نستكمل الخامسة من متابعة هجوم كروكوس في روسيا. أمين عام مجلس الأمن الروسي أكد أن أوكرانيا تقف خلف الهجوم، فيما أوضح الأمن الفيدرالي الروسي أن عدد المعتقلين بقضية هجوم موسكو سيكون أكبر من الحالي والبالغ 11 شخصاً. رئيس الاستخبارات الأوكرانية فازيلي ماليوك: هدف رئيسي وشرعي للقوات الروسية. هذا ما أعلنه الأمن الفيدرالي الروسي اليوم تعليقا على آخر المستجدات حول هجوم كروكوس. الأمن الفيدرالي أشار أيضا إلى تورط أجهزة استخباراتية غربية في مساعدة منفذي الهجوم. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن إحباط هجوم في منطقة سمارا من قبل فيلق المتطوعين الروس المحظور في روسيا والمدعوم من الخدمات الخاصة الأوكرانية بحسب ما جاء في البيان. وذكر الأمن الروسي أن المهاجم فجر نفسه أثناء القبض عليه قبل استهدافه مركزا لتوزيع المساعدات.